والسؤال بتاعنا ليه الموقف المصري باهت بالشكل ده؟ وايه علاقة الامارات؟ ايه اللي حصل في زيارة بن زايد؟ ورحب بضيفي عبر الانترنت الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسية. اهلا بك دكتور. عليكم السلام يا دكتور، الله يحفظك ويبارك فيك. الحقيقة انت كنت اول من تحدث عن هذه الزيارة، وقلت ان هذه الزيارة في هذا التوقيت بهذا الشكل ربما تتعلق بالسودان، ولم تكن احداث السودان قد بدأت وقتها، وتنبأت بأن الأمر ربما يتعلق بالسودان. ما الذي قاله بن زايد للسيسي في هذه الزيارة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك أولا وتحية لكل المشاهدين. شكرك. هو مش أول بمعنى أن أنا كنت عراف أو متنبأ، ولكن هو يعني الأقدار ساقتني إلى أن أكون في لقاء معك على الهواء وتنفجر الأوضاع بشكل مباشر. وهناك زيارتان مهمتان، الزيارة الأولى قام بها محمد أجبر عليها أو سحب إليها عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ثم زيارة أخرى مفاجئة، والاحتفاء الكبير الذي قام به عبد الفتاح السيسي والاستقبال الكبير، وكأنه نوع من أنواع المناكفة السياسية اللي بيقوم بها عبد الفتاح السيسي في مواجهة السعودية لمحمد بن زايد في القاهرة. أنا شايف أسامة أن احنا عندنا في مفهوم في غاية الأهمية ممكن يفكك كثير من الإشكاليات، لأن حتى الآن هناك الكثير من الباحثين والمحللين بيقولوا طب الإمارات ليه بتعمل كده؟ الإمارات عايز إيه من الدول التي تتدخل فيها؟ ولماذا التدخل الإماراتي في معظم الدول بيكون على حساب الشعوب وعلى مصالح الشعوب، بل وعلى حساب هذه الدول وعلى حساب أمنها واستقرارها؟ ده سؤال غاية الأهمية، وبمنتهى الأمانة لم أجد دراسة شاملة تغطي هذا الأمر بمنتهى الدقة. كل ما نقرأه كما أشرت حضرتك في المقدمة مجموعة من التقارير من اليمين ومن اليسار، بعض الوكالات الأجنبية، بعض الملفات الأجنبية، بعض الأبحاث، بعض المجلات أحيانا تقوم بعمل تقارير موسعة مثل التقرير الذي استعرضته مع حضرتك في أحد اللقاءات الأخرى حول الاخطبوط الإماراتي ودور الإمارات في الاستعداء أو العداء لبناء عداء للمسلمين في أوروبا. في مفهوم مهم جدا للأسف أنا كنت بستخدمه في أكثر من مناسبة فيما يتعلق بالسياسة الصهيونية في المنطقة العربية، وهو أن السياسة الصهيونية في المنطقة العربية تقوم بامتياز على بناء نظم قوية على حساب دول هش، بناء نظم قوية على حساب دول هش، بمعنى أن الكيان الصهيوني يمكن أن يحافظ على السيسي قويا متماسكا، يوفر له كل الدعم اللوجستي، الدعم المعلوماتي، الدعم الأمني، يوفر له الدعم المالي، يوفر له الدعم السياسي، ولكن في المقابل يتبنى من السياسات كل السياسات التي من شأنها تفكيك وتدمير هذه الدولة. أنا أصبح عندي قناعة شخصية أن الإمارات تتبنى هذا النهج في علاقتها الدولية وفي سياستها الخارجية. الإمارات لم تترك دولة عربية تدخلت فيها إلا وكان الهدف الرئيس هو بناء نظم قوية مؤيدة للنظام الإماراتي على حساب قوة الدولة وأمنها القومي. في الوقت الذي كانت تدعم فيه عبد الفتاح السيسي بكل ما تملك من إمكانيات وقدرات سياسيا وإعلاميا، كانت تدعم نظام إثيوبيا في مشروع سد النهضة، وكانت تدعم ايضا عدد كبير من الاطراف الاقليميه التي من شانها ان تهدد. معلش دكتور، ما هو ده سؤال بيطرح سؤال، يعني لواحد مثلا الف به سياسه يعني لا يفهم في السياسه هيقول لك طب هو ازاي الامارات بتدعم دولتين بينهم عداوه؟ طب هو ازاي الامارات بتعتبر السيسي حليف او بيحافظ على مصالحها بشكل او باخر، وفي نفس الوقت بتدعم الدعم السريع اللي هو ممكن اصلا يكون تهديد امني مباشر على نظام عبد الفتاح السيسي؟ لا، هو المنظور ما بيبقاش كده. المنظور بمعنى هل حمدتي في ذاتي يمكن ان يكون مهددا لنظام عبد الفتاح السيسي ام مهددا للدوله المصريه؟ حمدتي وجودي مهدد للدوله المصريه وليس لعبد الفتاح السيسي، لان عبد الفتاح السيسي لديه اتفاقيات، لديه معاملات قويه وواضحه مع حمدتي. عبد الفتاح السيسي احد اهم المحافظين على الوجود فاجنر في منطقه الصحراء الغربيه المصريه وفي منطقه شرق ليبيا. معظم عمليات التدريب والتاهيل والدعم المالي والدعم العسكري واللوجستي للفاجنر والميليشيات والمرتزقه التي كانت تتم باتفاق وبشراكه وبتنسيق مع حمدتي في شرق ليبيا كانت موجوده بتتم مع عبد الفتاح السيسي. دكتور، ربما يدعم ميليشيات بشكل ما لتحقيق مصلحه ما، اما ان يقبل ان هذه الميليشيات تدير دوله هي عمق الامن القومي الجنوبي لمصر، فاعتقد ان هذا امر لا يقبل به النظام الحالي. لا، برضه لها مردود عليها دكتور، لان هو عبد الفتاح السيسي نفسه عنده ميليشيات بيديرها داخل الدوله المصريه على حساب المؤسسه العسكريه المصريه. فبرضه ده مهم جدا. عبد الفتاح السيسي تبنى نموذج ما يسمى بالصحوات التي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بعد 2003، يطبق هذا النموذج في شبه جزيرة سيناء. عبد الفتاح السيسي أسس ويرعى ويدير أيضا قوات دعم سريع أو قوات انتشار سريع في مصر
بعض التقارير الإعلامية الأجنبية تتحدث على أن الرقم يتجاوز 70,000 مقاتل. طيب ممكن ده يكون هو بيقول أن أنا بواجه بيه الإرهاب، بواجه بيه معارضة، لكن مثلا خليني أحيل حضرتك لتصريح كاميرون هودسون المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيقول لقد أوضحت مصر أنها لن تتسامح مع زعيم ميليشيا على حدودها الجنوبية. لا أنا وجهة نظر أن الكلام ده مبالغ فيه، لأن ويكون نوع من أنواع الاستثارة الحماس أو استثارة الهمة وتعويل أمريكي على إدارة على نظام السيسي، ولكن عبد الفتاح السيسي لا يعنيه بأي شكل من الأشكال الأمن القومي للدولة المصرية، وقلت هذا في أكثر من مرة ومستعد أن أكرره إلى أن تتغير هذه القناعات إذا وجدت هذا الرجل في أي ملف من الملفات يعطي الأولوية للأمن القومي المصري. هذا يمكن أن يكون رغم كل سلبيات ورغم كل مفاسد حسن مبارك ومن سبقه من رؤساء حكم مصر، كان يمكن أن يكون واضحا في سياستهم الخارجية أن لديهم بعض الوطنية في التعاطي مع الملفات التي تهدد الأمن القومي للدولة. أنت الآن تتعامل مع شخص يقود مؤسسة عسكرية ويقود أيضا ميليشيات داخلية وقوات دعم سريع ليس من أجل الحفاظ على مصالح الأمن القومي للدولة المصرية، بدليل أنه انتهك هذا الأمن في شرق مصر باتفاقاته مع الكيان الصهيوني، انتهك هذا الأمن بسياساته في ليبيا، ينتهك هذا الأمن الآن في السودان، انتهك هذا الأمن فيما يتعلق بثروات شرق المتوسط، انتهك وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، انتهك هذا الأمن في ملف سد النهضة. وبالتالي عندما تتحدث على أن هناك نظاما سياسيا وطنيا حريص على الأمن القومي للدولة، اتفق تماما أنه سيمنع تمدد أي ميليشيات طيب. عسكرية من شأنها تهديد هذا الأمن. طيب ولكن هذا محتاجين هنا سؤال تأسيسي زي ما بقوله دكتور، ما هو كلام حضرتك ده يعني السيسي مش متحيد من الإمارات أو مش مضغوط عليه من الإمارات، لا ده هو الراجل سياسته أن يقف متفرجا على حليفه في السودان اللي هو البرهان من أجل حليف بشكل يعني أقل وهو حميتي. هل ده التصور اللي بتطرحه؟ لا هي مشكلة يا دكتور. الفكرة فين؟ أننا احنا عندنا ما يسمى بالجيوش الوطنية، ودي كارثة كبرى أكبر مما يتخيله الكثيرون، وعليه رحمة الله، وبرضو أشرت إلى هذه الجملة في أكثر من مناسبة، عليه رحمة الله اللواء عادل سليمان يقول أن هناك حرب مستمرة من سنة 1991 على الجيوش الوطنية في المنطقة العربية، وكان من بين المستهدفين في هذه الحرب الممتدة هو الجيش المصري. الآن عندما ترى أن الآن الجيش السوداني أصبح أيضا من بين المستهدفين في هذه المواجهة وهذه الحرب، القوات الانتشار السريع أو الدعم السريع في السودان عندما يتم رفع العدد من 40,000 إلى حد أرقام تتحدث عن 100,000 و120,000 وتقف خلفهم عدة دول إقليمية وأطراف دولية وشركات أمن خاصة تقوم بالتدريب والتأهيل، عندما يقوم حمدتي بزيارة إلى روسيا الاتحادية قبل الأزمة الأوكرانية ويبقى فيها ما يقرب من أسبوعين، عندما تتحدث عن عمليات تدريب مشترك ودعم مستمر، عندما تتحدث عن حسابات تواصل اجتماعي وشبكات سوشيال ميديا وقنوات إعلامية تمولها الإمارات لبناء صورة ذهنية لهذا التاجر الذي لا يمتلك أي مؤهل وأصبح لواء وأصبح مسؤولا عن قيادة أخطر جهاز عسكري أو أمني غير نظامي داخل الدولة، كل هذه الأمور تضع في إطار أن هناك استهداف للجيوش الوطنية في هذه المنطقة. في الأخير إذا كان عبد الفتاح السيسي يحاول أنه مع شعارات، وأنا من وجهة نظري وقناعة أيضا شخصية أن دفاعي عن البرهان هو نوع من أنواع الشعارات التي، لأنه يعلم أن كل أوراق القوة الإماراتية ألقت بها خلف حمدتي، وبالتالي عندما يساوم الآن أو يستخدم ورقة البرهان هو يساوم بها للحصول على مزيد من الدعم ومزيد من التأييد سواء السياسي طيب. أو المالي أو الإعلام، وليس من باب أنه في دعمه للبرهان هو حريص على ما يسمى بالمؤسسة العسكرية أو الجيش السوداني، أو حريص على أن الجيش السوداني يمكن أن يشكل أساس لوحدة الدولة السودانية، لأننا في مرحلة من المراحل، وعفوا على الإطالة، في مرحلة من المراحل وقبل أن تبدأ هذه الأزمة كان هناك أحاديث ودعوات تقودها بعض القبائل المدعومة من عبد الفتاح السيسي تتحدث عن إمكانية أن تتدخل مصر لفصل جزء من الولاية الشمالية في السودان وضمها إلى مصر. طيب دكتور، وبالتالي فكرة كل هذه الأمور طيب لو أن السيسي تمام، لو أن السيسي يتماشى مع المصالح الإماراتية في السودان، والسيسي يرى في دعم البرهان مكسب وفي دعم حميدتي مكسب، يعني لو أقرنا بكل اللي حضرتك قلته هتبقى نقطة الحقيقة ملهاش تفسير. إزاي الراجل هو قائد الأعلى القوات المسلحة ومن منظور براجماتي بعيدا عن الوطنية وبعيدا عن الأمن القومي اللي حضرتك شككت فيه، لا ده من باب إن هو ورجالته بيديروا القوات المسلحة المصرية واتأثر من عندهم جنود في السودان على يد الدعم السريع. في العادة
كان الراجل لما بيحضر اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيكون عنيف جدا، عصبي جدا، بيتكلم عن الخطوط الحمراء ومسافة السكة وهنعمل وهنسوي. المرة دي الراجل كان طالع زي الحمل الوديع بيؤكد ان احنا ملناش دعوه بحاجه، انا بتمنى استعاده الجنود. طب ما هو ده الحقيقه امر غريب شويه يا دكتور. طيب ما هو برضو خليني برضو اوصل جزئيه صغيره يا اسامه. اتفضل. لما بنقول ان هذا الرجل يتوافق مع المصالح الاماراتيه، انا ايضا اشكك في هذا، لان هذا الرجل لا يتوافق مع مصالح اي دوله في العالم، هذا الرجل يتوافق مع مصالحه ومصالح التي تضمن بقائه فقط. واذا كان في مصلحه من مصلحته دعم، واذا كانت المصالح الاماراتيه تتوافق مع بقائه سيدعم هذه المصالح. بس نقطة ونحط تحتها مجموعة خطوط، لأنه في كثير من الملفات يمكن أن يحدث في بعض الأحيان حدثت توترات خلال العشر سنوات الماضية من 2013 حتى 2023، حدثت بعض التوترات وتحدث البعض على أن هناك أزمة في العلاقات بين مصر والإمارات. لا مجال للحديث عن أزمات طالما أن هناك أن هذه الدول تضمن بقاء هذا النظام. كل ما يعنيه في الأخير عندما يتحرك في ملف من الملفات، هل هذا الملف من شأنه أن يعزز من قدراته كنظام وبقائه واستمراره كنظام، أم أن هذا الملف يمكن أن يتعارض مع هذه الزاوية تحديدا؟ لذلك عفوا اختلف في مرحلة من المراحل مع الإمارات فيما يتعلق بالملف الليبي، واختلف في مرحلة من المراحل مع الإمارات فيما يتعلق بالملف في اليمن. وبالتالي فكرة الاختلافات واردة في بعض الأحيان عندما تتعارض هذه الملفات مع صورته الذهنية ومع بقاء نظامه ومع أمنه واستقراره كنظام وليس كدولة. شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر الإنترنت.